أسباب فربنا ما مركوا حيكيران والولكة يمرقد أسبابها بين تحدونا هدي له غير هذا وحن نقدر دونا حن نضع عصر جاء وهذا بريها كلنا اللي هاي أو أيرت هاي عتكبت بعدي النجوم مركان نهينا المجتمع الصومالي لنا أنصي فرورنا ما لين بروح على جش يكتب على يري دبيل وردبيل ما أنت دعي سمارت كاسامد بروح يري فرورنا دبيش الشاكته أدق ما هو فرورنا يدبير أدق فرور ما أقوله لا أدق وافق قبصنا يساب بشمع تسكو قبنا يساب لكن نك الدبيش إلى علوش يسعون يسكور المشكلة مركوا إنك عشر كم رك أدق إنه خص هي إنه صفة على سلة جيسنا إن شاء الله تعالى والولك وحوجه الرئية والولك الدينته والولك ها دينته ووحك اللفاء قفك هبين كينا إنا نسيحانين مالين كينا الدول اللي مؤو دريمو وكو ضد صالحينا بيكود عدي إنا الدين قادين ومركا حالد دو دي إسبد دشي إنا ضيها إيشي كييو دين بان قلي وان قامو ويبيري مركا ساوحان تكذي بيري سلاة الليل أنا نيد أتكنين إيقا كنتي بيرو ردد إنا ويبير وحسهلا ما قرر إنسان نبي وكما ينقل جري الله سبحانه وتعالى مرقدة يو غلبة الرجال وقهر الدين وغلبة الرجال دينتو إلي قهرته رقونا مركا يقع عصر ريان ومركا الدين قادته دلقاء الهل نكا كوله بالله استوته مرقدة وكيه كما يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والغم اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال بهيت أذكار الصباح والمساء أي كل حجرته كو دين تأسوبرك إن لقوم رجوه وإلى ضهايو نبي قوات إليه صلوات الله وسلامه عليه نفس المؤمن معلقة بدينه نفت قفك مؤمن كا وحي قد برانانا يساوي لدين تيسو وقفك مركي الله آسك بعد معاه عمل كيسي أقود بما هي قبر غير قبول بما هي تاني إنت دين تلقى بحيه تاني إنت دين تهيه لقى بحينا هايو الرنس هلان معاه إلا إنت وقفك الشهيدي وقارسيين نبي صلوات الله وسلامه عليه إنو أرنجري دين ملغولها دين هي ملغولها وشهيد كيبان هيرين أبا المركي سي جنداها إنت الدين أدونك اللغانية مركب وحلا لبر قوائي استهشا وانا إيتا وحا كم إذا حيابها كينا والولكا قفك إنو كفكرها إيو مستقبلك سيد وحيالي دون تا حاكو قبصومي دونا وإيوه مجهول جود ديغان عد بحينا إيسا النتيجة دا كدالان إيسا الله يقال سبحانه وتعالى نبي قيبا كبد بادي وإيه صلوات الله وسلامه عليه حديث مرفوعة باوحا أولي هاي إن أمركن مما يهمني بعدي الرنكين دمرو وحاسس كيسيه وحيابها يولول قيرين هاي يكمل دي ولن يصبر عليكن إلا الصابرون إذن من الصبر أيوه إلا هو صابرين موقيه عد إذن صبرته أو إذن قعنقبته أو وحيدن سيسه أو إذن تاقير تقضى شيء أو حوله هذا إذن كو باشا ضد صبر أمين خندوران وصابرين تكمل صابرين تنا محل الله شيء إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب نبي ربك حاول عقوه صلى الله عليه وسلم عليه مركو قيريو دو أدونك كجان قادة كدب ريركي سمحو مضندوانا لماذا؟ أدونك إيغو ودجوغو وحالدو دقنتهي بولبا خيار سيي يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما كاسا وحي دورتين آخر يا الله يا رسولك الله أي دورتين عائشة خيرك أقول رئيسي هسا وحي تري الله يا رسول يا آخر دورتين هو كان هيجي شيء كبير محي ربطها هو كان يجي هذا النبو حوله ننسيه قرن يسا دورك اللي جواي ما هي مركا كل قد وحي دورتين الله يا رسول رضوان الله عليهم مركا ما دام وسن الدنيا وقتين وإسن كده علينا محيي مدن دوران ولا عليك وهيسا مركب مستقبل كفكر كيسوا النوع ضدكي قاتي شهادة النبي صلوات الله وسلامه عليه وصابرين تكسفوا بي وسجي أجر كأ إن حساب الآن لاصيو إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب عبد الرحمن بن عوف بن نقضي والنبي محمد عليه الصلاة والسلام وسلامه عليه إن الذي يحثو عليكن بعدي هو الصادق البار متك جدا شيء يعني إذا صحابين دونا حولها أو مالك سا إذا سندرا نكون دادين دونا ومتكرر لوغا بارغا وي
اللهم اسق عبد الرحمن بن عوف من سلسبيل الجنة إله نكا لير عبد الرحمن بن عوف كورابي ويري دردر كالجنة إله عانو يا خمرو يا بيو وحو البره يا مرة طيب وحكم إذا والولكا وقفك كول ولو تهم باطل هدوش لك السهرين وفك إن لغو بين أبورتي وحسنهين لغو نبي أرنتا إيادانا إكرة تبهيان تبعات لباتو يكن نعاسة إنتا بضن ضدك وحاقبة قرقورة ودامادا محان كنها إيشيك إساقات اللابة حالة دي أتصوى مرتين أمالين ما يوقف إنتو فيزا سوقات إذن كما بضنها دي جيران هل كاكسو الدقاء إساقوا محان كنها لغلق سرعي لا لا بلغو سوقري جيرا سوما هدي لغو قبال لها وحن بلغو أبوري لها إساقو جيرا حقيا بادل marka lagu xiro marka tuumo oo intaas oo salaad qaadatid oo seer goysnimo lagu qaado qofku wuxuu dareemayaa inuu madlum yahay walaacna umar dhinna waxayna soo martay dad naga wareegsanaayo la soo maray aaysha radiyallahu anha balatumay oo xaaska nabiga ah at-tahira al-mutahhara radiyallahu anha wa ardaha maxaa lagu tuumay wax loo maleeyo qof bini aadan wax ugu liitay ayaa lagu tuumay xaaladii nuucaas ay markay ku jirtay ba gabar ba soo booqatay قبل السبب قد جئت وحدي جرتي ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني مقرن إسا وحي تري مالينك إسكافك إسكافك وحالي وحن قورت الوحرته ومرك اللول إيو جوهرك لإيو أي كو تلتلناين مالينك أرنت اللي قتومي لياب يدا ربي قيب يكمل تهاي هيا شيء وإقبت باديه بيتري بلدك قال لماذا وإقسوا بالبلد قبل أبنك وحي تري عائشة حيث مالنتي وشاحس مالنكاس اسكافكا اتشيغيس محيطة وحي تيري ريربان اللي جوغي وحال لغو ملايي انان حضي اسكاف لول كاسية دامان كاس لها ادوا وحن قربها اللي صارتا اما قورتا اللي وحرته مقرن ايسا او اللي وحر رقو دوي وحي تيري مركيان اري ماها يو والي قراعي والي عقابي والي تعذيبي ايضو عقابك اللي قوها يا باريتان لقليهم baalku waxa laga helay meel soo iska saaran aan anigu shaqo ku lahayn magaranaysa qof marka wuxuu dareemaya qofkaas inuu madlum yahay maryama radiyallahu anha markii foosha ay u timid oo xanuunki foosha iyo waxa ka dambeeyay ay sugaya limaada ilmay dhali doonta reerkooda uu la tagi doonta aabi lama hayo waxa la dhigi doona ugu horeey ya ukhta harun ma kana laqad ji'ti shay'an fariya magaranaysa شيء وحال لتي بدل أبورتوه ولبا آدف والحن أي اللتي يعني وحال لتي من زنائي وحدة رأي بالك مركا محاكو قد عيبان لي وحي بيكوّل أحسنته انتي ويسوتك تي محيكا سوصارتي كلمة يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا يعني هو قيقية شلاي قيقية حد كور محاني السقدي بواي وانو النقواي وحان قيمة رهير اللي اسكيه المامو نسيا منسيا علماء دو وحي كوفة سيران suuf ka dumarku ay dhigi markay qabaan isaga dhigaan oo kale waa uu la isticmaalaa hadhowr wal iska xoraa hadii la suufka xaqiibad geysanaysa xusuusan baa laga yaabaa shay ku turta suurri qadama yaani suusan macna walaahay wax saaso kala amxan noqon waayay bay leeda ayadu ka walaacsan xaaladda ku soo aadan marka in la tuumi doono in la malayn doono in lagu dhajin doono waxaan u qalmin xakamida yaani hambiga noocaas oo kala ah markii qofka isagoo runlow ah warkiisi been loo rogo oo beelaarnimo lagu xukumo isagoo daacad ah khaa'in loo mareeyo isagoo lillaahi ah laqdaba lagu kooleeyo isagoo naasix ah saaxir weeye la yiraahdo oo tii nabiga uu la kulmay oo kala salaatullaahi wasalaamu calayhi alla muxuu leeyahay qad na'lamu annahu la yaxzunuka alladhi yaquluun fa innahum la yukadhibuunaka ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون وحان أغنهاي إنوكو مرقنهاي وحا إليهين لكن أذيغا ما عندكو بيننا يعني ألا آيات كي سوي عدة يكو جحديها يا رب سبحانه وتعالى أوليه نبي يوسف أولا ليه تيل لغا مركا يكو ديغان أولا لكي بركي وقعانتا كو ديغاي ربائني بريء اسكا ديغان محير هذا إن يسرق فقد سرق أخو له من قبل war hadii uu kutuug noqdo alaab uu xaday wa firay leeyeen mid isku baah yihiin ba hada kor tuug noqdo la qaatay ba leer wali wax la daba taagan yihiin waa maxay xumaatadi oo kama bixin 4 sano kadib
إنه ولي عقدد قبان يوسف أو عقدد قبان وحي أيكو لباتيا محويري فأسرها في يوسف في نفسه ولم يبديها لهم أنتم شر مكانا بير أنتم شر مكانا إذن كردد وشر بدن والله أعلم بما تصفون واحد شيء يسان إلهي وقال بدن همون توعى كم بذا قفك الداعيق أهم جيسة وددك أقول يا ريو الدعوة ده وليبت مركي خاصة ددك ديديهين أما ددك أي قرم مريان إلهي محول له لقل لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين وحا بعد وحا ويكسو قنتهي وحال الدادو تهي إن النفط هذا هلاقي يسيد إن يسال إيمان اللي يالا ننتراتيت لكن إيمان يالا شده إيا إيمان يالا شلا أنتو وحا ديك كوية لما هنا ديك الدقنين بالليضة أيها النبي قال له صلى الله وسلم عليه مركي وكيمت طائف وحير وكسو اللابتي فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب وحيري وأنت جاي بيجري بركة يصور لك حيين ويقدر يجيان أو دين وجهي جاي وأهاب نسكا هذا بير ما برارقين بيجري أنا جو جوا ماشي لا يقرن الثعالب ما وجيه ما برارقين مركز مير يجوه رئيس بير اللي بعتذر كله كل ما يري طائف النبي صلى الله عليه وسلم عليه مركا وح كم إذا هم ممتع حيابها كوي ما هذا هم جايو مرقدة كتي ما هذا أما ولاع كوي ما ذي والولكة مصائب تأدوية ده أو أن قف بين آذنا أنو كبد بادكر إلهي وأنا ويدي سنة سبحانه وتعالى إنو نقبد بادية من كا وحو كفر حسن يهي إيمان كيساس ألو نكو أقون سن يهي وحي أي ما ذا قلبي كلوام حي يعني قلبي أوه عرش الشيطان كأوه قف كامركم حول كل مياه أدون كهدي والله كل موحيا به دلال كأها وقفك بن آذن كألو أبوري زينا للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرث وحا هديو هلا وفرحيا حوغا يرو قجفة ديكور تمادنا عريري بو قليا نرال دنكي أبو قليا وحو قليا قلبي إنو لنتو بل وحو قليا إنو تمنية إنو لنتو والعياذ بالله قرنيسا قلبك سمحوية هاي قلبك عرشك هو الشيطان الشيطان بابا دول دقن أو دول فرية مركا قفك مؤمن كأوحال الربا مركا حالة دهاس مركا إكوري إمادان للمرقو والنبي محمد وكبد بادي وي صلوات الله وسلم عليه ومحاصو مري سند ليرا هذا عام الحزن هذا يركيكي سيدفاع الجريبة لنتي وحال وحريي ماشي لأورنجري محال ليرا هذا إيشاك وحال قدر لو قد يجي مقارنة الدعوة هذه يدافت هذا وحال لما تحاس كيسي حول هذا يتاجر هذا يجرب الساق هذا يطلع هذا وحوله يوفر ديان وحال سقوط تجي أنت خوف حماي صارن كاسة وحال لو بحية عام الحزن كاسة وحال لو جسود تجي سورة يوسف أو كشة كين يسا نبي إلهي أن نلش يسا كوب لعبي حالات تقلبات نوع عصو كلاهم مرجع ولا ليس أطشدي قد لجوردي الدونيمو مركا كبعد الناقر ورصتي حبسي وقلي ابتلو دعايات يوم حنكون لها سوق ولوجري وحسن وقلمن حدنا واقف قد بيا مركا دم بإلهي سبحانه وتعالى غلبة إلهي سوسي سو صلاة الله تصالينا هيو بآيات كان لوسو دجي إخوتي الكرام مركا حدون النبي كبد بادي ويا صلوات الله وسلامه عليه معناه هذا هو ما حيقف مأمن كججرة لما أركها بيراته عالم كهذا ينجوجنا dadko wada isku sheego kuwa horumaray iyo kuwa laga horumaray oo laga tagay oo meelaha inu joogna ay kamid tahay baa u sameeyeen murugada bal iska bedaa qof walba adduunyada intuu ka kasbado in la eego muruga ah iyo walwal ah ayaa dhowreysa la dhigi kara nisbada isdilka iyo dadku inay ismarjiyaan oo nolosha iska qaadaan waxay ku badan tahay xaggaas dadka horumaray bay ku badan tahay taqriiba laba sano ka hor baxtiga la sameeyay waxay sheegayeen cilciliska dadka iyaga naftooda gacantooda ku gooyay inay gaadhay 800 oo kun oo ruux meela nolosha laga doonayo 800 oo kun oo ruux oo wax walba haysta oo systemku u dhameystiray oo caafimaadki gurigi gaarigi shaqadi deegaanki wax walba garanaysa markuu hadhow duqoobo howlgab uu noqdo beeshinki miisku u saaray waxa soo dhan intuu ka soo faaroqo oo xamili kari waayo nolosha baa waxay dantu dhaafsiin kari waayaysa inuu xarig intuu saqafka soo surto ismarjiyo oo ka isaga siiyo soo wax la yaab leh ma
أنا أقول لك 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 أنا إن أي جوني صعد نقدان وكو إن أي خمرة عبان مخدرات إن أي استعمالان ميدول بميدكو كسي وي وهدنا ممنوعة ولو سمي بوليس يشقالي إريادة وحبنا إيكا قبل لأيهين إن وحيابة صرخامية أي قاتان وحيابة بنجرية مركي هايبر نقدان أو أي نشاط كو أترادة كبت الدمية إن أي قاتان قرر نيسا إلهي إنتي بركة إن نقدان كو دنتين هاد يا غانتو اسكو دلي كو نول كو نولانا وحو كبا نولا تارا وحي كتوسيسا يعني مصداق قوله تعالى فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام قفكي الهي او دمع انو هاغو هوغاميو او هانونيو قلبي سا وحو واسعيا او فصاح او غدغا اسلام نمد اوامرته هذا تطبيقات كذا xiyaabaha la yaab jiray inta qurbaha jooga waxa ka mid ah qofka soo islaamaya noloshiisu waa dhameystiran tahay taqriiban marka daahirka ka fiiriso laakiin markii daaqalka aad u degto qofka kan wuxuu ku jiraa jahiim ku dhex jiraa waxa ku ugu daliil ah qofka aad islaadahay waligi ma qandarin waligi rafaal lama kulmin yaani taarifu fi wujuhi nadrata an-na'im daldalaalka iyo dhaqnaanta iyo fiicnaanta dhabankooda ka muuqataa markii aan u sheegna anaga dadkeena isqaxootiga ah xogaa yar oo ku saabsan aasaasiyadka islaamka oo laga yaabo xitaa inaysan dusheena ka muuqanin saasa weeye islaamku saasu qaba saasu qaba saasa lagu faraya ilaahay baa aan ku dhawaato laga rabaa xiriirkaaga toos inuu noqdo joogto adiga ilaahay leedin ma dhaxayo muslimiintu dhamaan walaalo weeye run baa laga rabaa amaana laga rabaa daacadnimo wehelu majar yani qofkaasu albaabaha xiraaba furfurmaya ujeedada caalamkan u joogta بري مركا تكتيت واحد ما أنت سمعين إيسو بعد قلت إيسا مدع إلهي دو دالم معها دالم كي يمظلوم كي إيسكو ميل تغان مصعون إيسو سيدا درتيت حدات ساسكو إسلامتيت وحا أن لين نهيب الله دهي وحا إنا سارن بانا كسارن ديار متى ها قفك وحو ديار ويهي نصو إسلامه حقيقة صدح إسلام يا عالم كي إسلام نمدا كشا بدأي إنه تيدين أربي حسو مسلمين تنأيين دد خريبان أوبان دغان علي الله صوي marka shahaadada loo qabto qofka wuxuu gucanaya kaalay sheek dibishu ku taagnaa kaalay sheek guusha u horay kaalay sheek wa ooyayaan maxaa loo ooyaysa waxay ku leeyeen farxadda iyo saacadada aan dareenay nolosheena nama soo marin qarkood ba tawxiidka loogu horumarinaya carabi isagoo ah iyadoo sax tahay in qofka afku u garanayo lagu islaamiyo oo qofka carabi wa dhalan carabku wax carabi lagu sheegay carabnimadiisa way soomaa arabo lagu sheegaya intan bal la gaarin ba afkiisi bu oohi qofka la dilaaciya oo qarkood jilbaha goosanayaan oo la aamusin karin waxay ku leeyeen erayo sida qalbiga u taabanaya oo mashaakilaadka xallinaya oo ay ka muuqato wehel iyo daawo nolosheena ma aan soo helin ilaahay markaa wuxuu leeyahay man yuridillahu ay faman yuridillahu an yahdiya yashrah sadrahu lilislam waman yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan حرجا كأنما يصعد في السماء عجائب قفكي ودمع ربي أو الله دوانا باديين وقفكي باديو بإلهي عدالة دي سكو باديو بي دول بن لقو سماء يماها إلهي سبحانه وتعالى علمي سأزلق هابا كان قفك كان خيارك وقادنا إنو النقضة مركي الله كان والد إيا وعيدك إيا وعدك ربي إنو بادي ما دورت لقو ما قصب اختيار كي سوي هدي هودي أن عامل واخرية هنوني مهيه haddii inta la dilo dib loo soo nooleeyo meeshiisii uu ka miisayaa walaw ruddu la'aadu lima nuhu anhu sawirlii qanama shayga marka meeshii yaalla muxuu yahay ilaahay muxuu leeyahay qofkii noocaas ahaa qalbigiisa muxuu ka dhigayaa dayiqan ciriiri muxuu ciriiri ka yahay xaqba geli karo nimankan marka aaminsan inay adduunka iyaga u taliyaan oo maqaaliidul umuur ay gacanta ku hayaan lagama dhaadhicin karo war islaamnimada u ogolaada intaad u ogeshihiin buddhismka iyo هندويزم كأيو كريستيانيتي كأيو جوديزم كأيو أو قلادة لغو مكرم لماذا؟ يجعل صدره ضيقا قلبي يسام حالا قد يقول ضيق محمر كشقين ايا سيدو اسلام كأو بربرون لها يساونا بربرون كرين وجدادو محيطة هاي
قفك كان هير باجرته وكو غاريو عذابك عقابك ماشي وكمديه انو غلو وخي عمرك شقيسنيا دباتو غيسنيا مشاكل بو ابو ريا وهل مجر هل كان مخا كسوده علم الهي يو مقادير سي جانغو يديسا مخو يري ربي وكو تلمامي كانما يصعد في السماء سيدي اسقو سمدا كوري وسمدا مركي كور لو سي بخبا waxaa ciriiri noqda daqdiga ayaa si xuub maxaa laga ciriiri noqda oo qofku wuxuu galaya xaalad daqdiyo ana sahlanay ay culimada iktishaafeen waa dambe marka yaani qofka kan xaaladaas uu galayo lamid yahay marba hadii baadi la la doono wixii ka horiibaada marka wuxuu la macaamilaya inuu ciriirigaas ku jiro wax waasi u noqonayo ma jiro xaraj buu galaya ilaahay muxuu ku tilmaamay dadka iimaan kale faman ittaba'a hudaaya fala yadhillu wala yashqa qofkii hanuunka iga raaca mabaadiyoobo mana ayaan daraysto rafaad lama kulmo ciririga qalbiga ama galo ma dhibaatoodo ma walwalo limaada meel uu carruur leeyahay marjiic baa jira meel lagu laabto leeyahay rabbi inuu baryu leeyahay inuu cibaadada waraajiyu leeyahay inuu alle xusuu leeyahay inuu wacdi dhagaystu leeyahay waa ma jiro intaasoo dhanna waa daawada qalbiga weeye qofka intuu kuwa u jiro baana cilaajka murugada iyo walwalka ay u jiraan انت كنت كفوق يا هنا مشاكلاتك سوى فربطني والعياذ بالله ان هممت بركه ويكل دوانت هي او وحا جرى هموم له دلالات سريه وناكسن وهم جوا محي قفكه وحا او كهمنيو نوا نوقدا وحا ولول غرينيا وانون وان نوقدا marka waxa uu ku haminayo oo la heli waayay wa hammi hammi aburi hammi ولول aburi hammi wuxuu higsanayaa wixii ba yara dheeraaday alleelahay xogaa qofka marka ciriiri buu la kulmayaa humumna waa maxay humumtil baamaha iyo liidnaan iyo hooseyn iyo qofka inuu tiin yahay ardi yahay adduunyo kaliya ay ka farxiso kana murugeyso ka isaga muxuu noqonayaa hammi liituu noqonayaa tayib humumta marka saamiyada ee sareysa waa humumta ay leeyihiin culimada oo kale midna oo maxay ka fikirayaa ummada soo dhana soo hanuunto ha islaamto shaqaale islaam han noqdaan allah waa adoomoban adigu xilkaagi gudo nabi maxamed oo wakiil ka tahay salaatullaahi wa salaamu alayhi wa sallam jar tayib waxa lamida humumta ay xambaarsan yihiin dadka muslimiinta umaradooda oo maxay ka fikirayaan dadkaaga oo aan dhibaato qabin diinki oo cizoobay gaaladi oo la soo hanuuniyay islaamki sabab loogu noqday waaru ma jar umar ibn khattab radiyallahu anhu arda ba tusaale noogu filan oo habeenkii soo baxay oo wareegaya oo muxuu ku dhaxmeereysanaya muslimiinta cid sheeganaysa bal inuu maqlo inta maxaa ku weheliya salaatul layl buhadaratu kan doona inta maxaa weheliya salaada fajr kan isaga imaamka sida darteed fajrka iyo duhurka iyo maghribka isku jamaacowa iyo jumcada farq u dhaxaya ma laha limaada ninki u sareeyay haduu ummada hor socdo kuwii ka dambeeyey ee isaga fiirsanayay xalkoodu se noqonaya isagay ku darayaan dabcan limaada annaasu calaa diini umaraaihi ama calaa diini mulukihi dadku waxay la diin yihiin inta badan dadka madaxdooda.